الإلفة والحميمية ما بعد الوفاة. إذا كنت تشاهد هذا المقطع أو ربما لأنك تحاول التوصل إلى طريقة توقف بها الدموع وتواصل الحياة بعدما مات جزء كبير منك، فاعلم رجاءً أنه ليس بالأمر السهل ولكنه ممكن. إن حبك الصادق لشخص ما معناه أنك ستتألم بشدة حينما يفارق الحياة، ومهما كانت صعوبة تخيل ذلك الأمر إلا أنك ستستطيع تجاوزه. المرة الأولى لكل شيء ستكون صعبة عليك. المرة الأولى لكل شيء تمر بعد وفاة الحبيب سوف تكون صعبة، سواء كانت المناسبة عيد ميلاد أو ذكرى زواجكم أو الأعياد. من المفيد أن تدرك ذلك، لأن المشاعر في مثل هذه المناسبة الخاصة قد تجيش بغزارة، فيصبح من الأصح أن يتحسب للأمر. هل هناك طريقة لإحياء ذكرى الحبيب أثناء الحدث؟ ربما يمكنك أن تدعو بعض الناس لمشاركة إحدى الذكريات الخاصة بالحبيب. خصص في البداية بضع دقائق للتعبير عن الحزن على عدم تواجد الحبيب معكم هذا العام، ثم انتقلوا جميعكم إلى الحاضر وما يدعوكم للاحتفال بصفتكم ما زلتم موجودين ومستمرين في الحياة. وهكذا قد تسير الأمور في الواقع على نحو أفضل من محاولة تظاهركم بالقوة وحسن مواجهة الموقف. سوف تسيل الدموع، إن لم تكن دموعك أنت فستكون دموع الآخرين ممن يتذكرون بدورهم تلك الفجيعة. نحتاج إلى طاقة كبيرة لكي نكبت مشاعرنا، وغالب الظن أنها سوف تفيض خارجا في جميع الأحوال. إن مرورك بالتجربة وإفصاحك عن ماهية وكيفية شعورك تمثل جزءا مهما من مرحلة الحزن. تلبية الحاجة إلى الحميمية. سوف تقوم من ناحيتك بافتقاد الشخص والأسى وافتقاد العلاقة بينكما والارتباط والحميمية. هل يمكنك العثور على شيء يلبي احتياجاتك إلى الحميمية والارتباط؟ إن الحميمية لا تشمل الحميمية الجنسية فحسب، بل أيضاً الحميمية العاطفية والارتباط بالأصدقاء. عندما يتوفى الحبيب، قد يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي: من سيرضى بي الآن؟ إن الاتصال بأفراد العائلة الآخرين لتناول العشاء أو حضور مباريات الهوكي أو دعوة الأحفاد للمبيت قد تمنحك الشعور بأنك ما زلت مطلوباً ومحبوباً. إن شعورك بالوحدة أمر متوقع. قد لا يفهم الناس ما تمر به من مرحلة الأسى. خلال مرحلة الحزن والأسى، كثيراً ما يشعر المرء بسوء الفهم من قبل دوائر أصدقائه وعائلته. يعجز الناس بوجه عام عن معرفة ما ينبغي عليهم قوله للشخص المحزون، وذلك لأنهم غالباً لا يعلمون ما هي الكلمات التي ستجلب له الراحة، ولا يتحملون رؤية معاناته. من المفيد بالنسبة للمحزون أن يحدد الأشخاص الذين يستطيعون أن يكونوا حاضرين معه والأشخاص الذين يمكنهم القيام بالأمور العملية من أجله، وبذلك يبقى المحزون متصلاً بمن حوله بطريقة مجدية. علاوة على ذلك، فإن الاشتراك في الأنشطة الجديدة والنوادي والدورات التعليمية قد يتيح لك فرصة الاتصال بالأشخاص الآخرين ذوي الاهتمامات المشابهة ودخولهم حياتك وتكوين الصداقات الجديدة. مشاركة شعورك بالأسى. قد تجد أنه من المفيد أو الأسهل أن تشارك أفكارك ومشاعرك مع صديق لك أو مع شخص تعرفه كان قد فقد واحداً من أحبائه، أو مع مهني غريب عنك مثل مستشار العزاء. حاول التعرف على سبل دعم المحزونين المتاحة في مجتمعك. ومن أنواع أنشطة العزاء المتاحة دعم العزاء وجها لوجه مع مهني محترف أو مع شخص قد مر بتجربة الأسى بنفسه، وبرامج تثقيف المحزونين ومجموعات دعم العزاء تحت إشراف متخصصين. وابحث عن الدعم في مجتمعك من خلال دورات الرعاية أو دورات الجنازات أو مقدمي الاستشارات الخاصة أو غيرها من الوكالات المجتمعية. قائمة المصادر الظاهرة على الشاشة قد تتضمن سبل الدعم المفيدة لك
أو قد تساعد على توجيهك إلى حيث يتوافر الدعم. سيتم عرض هذه المصادر مرة أخرى في نهاية الفيديو. العثور على وضع طبيعي جديد. خلال مرحلة الحزن على الحبيب، ينتقل الشخص إلى وضع طبيعي جديد في حياته، لأن ما اعتاد عليه في السابق قد اختلف. قد غيرتك هذه التجربة إلى الأبد. وخلال رحلتك نحو الوضع الطبيعي الجديد الذي يتكشف لك بمرور الوقت، ستبدأ أكثر الأشياء معنى في الظهور. إذا عشت مع شخص ما أكثر مما عشت بدونه، فقد يصعب عليك الحياة بمفردك. من الممكن أن تعتقد أنك لن ترغب مجدداً في حب شخص آخر، إلا أنك بعد مرور فترة من الزمان قد تشعر بأن جروحك قد التأمت بعض الشيء، وستصبح مستعداً للتفكير في الارتباط بأحدهم. البدء في المواعدة من جديد. الأشياء الواجب مراعاتها للمواعدة الآمنة في العصر والعمر الحاليين تتضمن ما يلي. أولاً، إذا كان لديك أبناء، فأخبرهم أنك تفكر بذلك الشأن. أنت لست بحاجة إلى إذن منهم، ولكن هذا الأمر يمثل تغييراً لكم جميعاً، وقد يتقبل أبناؤك التغيير على نحو أفضل إذا كانوا على دراية بذلك الاحتمال قبل حدوثهم. ثانياً، احرص في البداية على اللقاء في مكان عام، مثل تيم هورتنز أو ماكدونالدز. ينبغي أن يظل بيتك آمناً لك ولأسرتك. امنح العلاقة بعد الوقت لترى المنح الذي ستأخذه قبل أن تدعو الطرف الآخر إلى منزلك. ثالثاً، مارس الجنس الآمن. تعد ممارسة الجنس بمفردك واحدة من أكثر الطرق أماناً. كيف نشأت تلك المعتقدات لديك، وما إذا كان يمكن النظر إليها بشكل مختلف؟ وإذا كان القرار ممارسة الجنس مع شخص آخر، فيجب استخدام الواقي الذكري. حتى لو كنت تقدمت في السن ولم يعد الحمل أحد مخاوفك، تظل الأمراض المنقولة جنسياً أمراً مقلقاً في أي مرحلة عمرية. لا يوجد صواب أو خطأ. كونوا رؤوفين بأنفسكم، سوف تتجاوزون هذه المرحلة.